ايوه يا عم، ايوه يا خاره. بقول لك ايه، انا على اخر بقى لي شهرين محجور في البيت. جبت البرشام؟ ما جبتهاش. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ انت متضايق كده ليه؟ في ايه خاره؟ مالك؟ مالي متعصب من ايه؟ حالك بقى كده في المصري. اه انا متعصب على اخري كده باللبناني فلت الملاق، وبالسوري الحباب طقت المطاطة يا ماما. اوكي، اقول لك ايه يا هانم، انا بقى لي شهرين محجور في البيت. ايه السبب؟ محبوس؟ مفيش حلاقه، مفيش حمام، مفيش شيش، مفيش برشام. وكل ده من ايه؟ كل ده من ايه؟ من الكورونا الخاره. كورونا؟ ايه كورونا دي؟ مش عارف الكورونا ايه. لا هقول لك يا ست. الكورونا ده واحد قام عايز يتغدى. اوكي قام اتغدى وطواط. وطواط؟ اتغدى وطواط اخو الشرموطه، ناكنا وناك العالم كله وحطنا كلنا بالحجر. ايه ده؟ ازاي طيب؟ ازاي؟ أوه. انا ما عنديش مشكله ياكل براحته الراجل ده. م-م. بس مش وطواط، ياكل تبوله. ايوه ياكل فتوش. صح، ممكن يطلب يدلل نفسه كده، يطلب صحن مشاوي مع توم. ايوه فعلا. بس خفاش. طب وايه الحل؟ خفاش يا ابن المتناكه، عشان نعالج الفكره وتنيك الدنيا كلها اثريه في الحجر يا باشا. أيوة. ما يصحش كده يا هانم. ايوه انا فاهمه قصدك، بس بقول لك ايه الحل؟ طيب انت عرفت الخبر الجديد اللي جاي؟ لا ده خبر جديد. ايه بقى؟ قول لي. اقول لك حاجه، انا شفت على الفيديو على اليوتيوب من يومين كده، واحده ست حاطه بتاكل تورتيو. تورتو؟ ايه تورتو ده؟ مش عارفه التورتو دي ايه؟ لا ايه ده؟ بتاكل سلحفات حضرتك. سلحفاه؟ سلحفه يعني؟ بتاكل سلحفه حضرتك. اه عارفه ايه يعني؟ ايوه طبعا. يعني يومين كده حضراتكم كلكم تحضروا نفسيكم، تفرشخوا رجليكم كده فوق، عشان دي كوفيدا جديده هتيجي تقربنا كلنا. كوفيدا؟ كوفيدا. دي كوفيدا 22، بنت خالتها الكوفيدا 19، عارفاها؟ اوكي سمعت على كوفيدا 19. كويس قوي. بقول لك ايه؟ ايه؟ اقول لك ايه؟ طب ايه الحل طب للكورونا؟ الحل ناكل ايه؟ الحل جميل، ما ناكلش خفافيش. اوكي طب ناكل ما ناكلش سلاحيف. ناكل خاره. خاره؟ بجد؟ ماله الخاره؟ الخاره لذيذ، الخاره ما يضرش، الخاره ما يأذيش حضرتك. اوكي ما تجيبش لا بالهرسي ولا فسفس في الهيدا. خلاص هناكل خاره ابتداء من النهارده. انا تعبان. طيب عايز يا بانجو يا برشام، معاكي حاجه في جيبك؟ لا والله ما فيش. طب غوري تنيل في 60 نيله. طيب نيله في خلقتك. مع السلامه. انت شبه خالي خميس. باي.